جماعة معلش أنا قفلت يعني الفيديو، هو اتقفل لوحده مش أنا قفلته، بس أنا لبست العروسة فستان جديد يعني. تعالوا نقعد مع بعض نكمل، تعالوا نجرب نحط لها توكة، مش أنا بس اللي هحط توكة، هي هتزعل لو حطيت التوكة لنفسي وحطيت لهاش. انت قلت حط دي كمان، فين التوكة التانية؟ كمان توكة تانية؟ طيب شكلهم حلو قوي في التوك، بس دي شكلها مش حلو فيها بصراحة، هما الاتنين شكلهم حلو فيها بصراحة. دي ممكن تلبس فستان، ما نجرب البسها على لبسها، البسها فستان ده ميرميد؟ تبقى ميرميد، وممكن بقى نحولها الهلب بتاعتها عشان انا لابسها في الفستان ده ليه مش هينفع جو؟ ليه؟ لا هينفع. تدري كبير قوي. لا كبير. الله شعرها. طب استني كده ممكن نحاول كده؟ حاول ايه؟ حاول نلبسها من فوق. اخرج كده من فوق كده. صح بقى عشان ما يقطعش. بابا مش عارفة بتاعت تعمل لي انت، انا عندك البتاع يا جماعة. احنا جينا نجيب تاني ازيك صاحبي ازيك، وطي كده شوية انت طويلة قوي. يعني مش طويلاكي دي اللي تحت كده، خلينا نشوف بعض. ممكن انك مش شايفاه اصلا. اهلا. عارفين ناخدهم بعض طويلة اوي، شبه بعض هذا عشان نعمل بعض. مش فايدة ان شاء الله تنزل يا جماعة، هاتي ايدك كده طيب عشان نرفعك ونعرف ناخد بعض. وصلت عندك طويلة قوي، عفيت وصل منها بكتير، وصلت منها قد ايه؟ عشان دلها بتاعي، عشان دلها بتاعي وقف علي كده بقت اطول منها. باي باي.